وصلي يا سندي، أنت بعد الله معتمدي، فبدنياي وآخرتي يا رسول الله خذ بيدي. عطفتي جيرة العالمين يا أهيل الجود والكرم، نحن جيران بذا الحرم، حرم الإحسان والحسن. نحن من قوم به سكنوا وبه من خوفهم أمنوا، وبآيات القرآن عنوا، فتأيد فينا خلواني، نعرف البطحة وتعرفنا، والصفا والبيت يألفنا، ولنا المعلى وخيف منا، فاعلم أن هذا وكن وكني، ولنا خير الأنام وعلي المرتضى حساب، وإلى السبطين ننتسب نسبا ما فيه من دخني. إمام الرسل يا سندي، أنت بعد الله معتمدي، فبدنياي وآخرتي يا رسول الله خذ بيدي. عطفتي جيرة العالمين يا أهيل الجود والكرم، نحن جيران بذا الحرم، حرم الإحسان والحسن. نحن من قوم به سكنوا وبه من خوفهم أمنوا، وبآيات القرآن عنوا، فتأيد فينا أخلواني، نعرف البطحة وتعرفنا، والصفا والبيت يألفنا، ولنا المعلى وخيف منا، فاعلم أن هذا وكن وكني، ولنا خير الأنام وعلي المرتضى حساب، وإلى السبطين ننتسب نسبا ما فيه من دخني. أهل بيت المصطفى الطهور هم أمان الأرض، فاثق شبهوا بالأنجم السهور مثل ما قد جاء في السنن. وسفين للنجاة إذا خفت من طوفان كل أذى، فانجو فيها لا تكون كذا، واعتصم بالله واستعين. رب فانفعنا ببركتهم، واهدنا الحسنى بحرمتهم، وأمتنا في طريقتهم، ومعافاة من الفتن. ثم لا تغتر بالنسب، لا ولا تقنع بكان أبي، واتبع في الهدي خير النبي أحمد الهادي إلى السنن. يا إمام الرسل يا سندي، أنت
أنت بعد الله معتمدي، فبدنياي وآخرتي يا رسول الله خذ بيدي.